أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المعبود بحق المتصف بكل صفات الكمال، المنزه عن جميع صفات النقص، الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، المقصود في قضاء حوائج الخلق على الدوام، الذي ليس بوالد ولا مولود ولا شبيه له ولا نظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، في خلقه بشر، في طهره ملك، في نوره قمر يمشي على قدمي. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي صلاة تليق بك منك إليه، وتتوارد بتوارد الخلق الجديد والفيض المديد عليه، وسلاما يجاري هذه الصلاة فيضه وفضله كما هو أهله، وعلى آله شموس سماء العلا وأصحابه والتابعين ومن تلا الذين حفظوا القرآن ونقلوه إلينا متواترا، فصانوه عن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والنقصان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وبالسند المتصل بأئمة القراءات من علماء الأزهر الشريف وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ونفعنا بهم وبعلومهم، آمين آمين آمين. أما بعد، فنقول وبالله التوفيق. درس اليوم في صفات الحروف. الدرس السابق انتهينا من مخارج الحروف، واليوم صفات الحروف. نعم، بدأنا بذلك متعمدين امتثالا لأمر الإمام ابن الجزري رحمه الله، حيث قال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. فالحمد لله انتهينا من مخارج الحروف، واليوم نبدأ في شرح صفات الحروف. ما هي الصفة؟ معنى الصفة لغة، معنى الصفة هي ما قام به الشيء من المعاني الحسية والمعنوية. الحاجة اللي بيقوم بها الشيء من الحسيات والمعنويات بنقول ان دي صفات الشيء. الصفات الحسية زي ايه؟ زي الطول، القصر، فلان الطويل، لا فلان القصير، فلان الابيض، لا فلان الاسمر. ها؟ والاسمر حلو مش وحش. ده حصلت مناظرة بين الأبيض والأسمر ففاز الأسمر. فالأبيض الأول، الأسمر بيسخر من الأبيض، بيسخر من الأسمر يعني، بيقول له: أما ترى أن بياض العين لا شيء مثله؟ فالأسمر اتعدل له بقى. فين آدم؟ قال له ايه آدم؟ قال له: أما تعلم أن سواد العين
لا شيء مثله، وأن بياض اللفت حمل بدرهم. فمن المعاني الحسية السمار والبياض، فلان الأسمر وفلان الإيه؟ الأبيض، مش كده؟ وأسمر ملك روحي، وليلى كانت سمراء بتاعت قيس، كانت سمراء. المهم دي المعاني الإيه؟ الحسية. المعاني المعنوية إيه؟ ك ده صبور، ده حليم، ده تبص تلاقي ايه معاني مش محسوسه، ها، لكن تلمس وتذاق بالذوق. يبقى صفه الشيء هي ما قام به الشيء من المعاني الحسيه كالطول والقصر، ها، والسمار والبياض، والمعاني المعنوية كالحلم والصبر، ها؟ طيب أمال إيه بقى معنى الصفة اصطلاحا عند علماء التجويد؟ ها؟ خصائص معينة بتخرج من الحرف عند خروجه من مخرجه الصحيح، مثل التفخيم والترقيق والقلقلة. هذه الخصائص اللي بتخرج من الحروف حال خروجها من مخارجها الصحيحة بتسمى بالصفات، صفات الحرف. فالنهاردة إن شاء الله بمشيئة الله هنتحدث في الصفات. عرفنا معنى الصفة لغة واصطلاح. الصفات بتنقسم إلى قسمين: صفات متضادة وعددها 10. وعددها كام؟ 10. 10. والقسم الثاني صفات غير متضادة وعددها 7. 7 صفات. كل حرف من حروف الهجاء بيتصف بخمس صفات من الصفات العشرة المتضادة، لازم ياخد 5 من العشرة المتضادة، ويجي للصفات غير المتضادة ياخد صفة أو صفتين على الأكثر، وقد لا يتصف بشيء من الصفات غير المتضادة مكتفيا بالخمسة اللي هي إيه؟ متضادة. يلا بقى نشوف، طب إيه العشرة المتضادة؟ الصفات العشرة المتضادة. متضادة يعني إيه؟ كل صفة لها صفة ضدها، يعني كل صفة لها ضد، 5 ضد 5. وغير المتضادة 7 صفات، كل صفة قائمة بذاتها ليس لها ضد. أولا نتحدث عن الصفات المتضادة العشرة دول. إيه هم العشرة؟ 1 صفة الهمس. صفة الهمس، ايه الهمس ده؟ الهمس هو جريان النفس اثناء النطق باي حرف من احرف الهمس الضعيفه. ليه مهموسه؟ ليه قال سميناها مهموسه؟ ليه قال لجريان النفس، عدم التحكم في جريان النفس أثناء النطق بأي حرف من أحرف الهمس. ليه؟ قال لضعف الاعتماد على المخرج، مش عارف أتحكم في المخرج،
لما بنطق اي حرف من حروف الايه الهمس. شوف السين سس، قولوا كده محدش عارف يتحكم في الحرف عشان ما يخرجش. عدم التحكم في جريان النفس عند النطق باي حرف من احرف الهمس. شين، عايزين نعرف مخرج الحرف وصفات اي حرف، نسكن الحرف وندخل عليه حرف مماثل له مفتوح. الشين نسكنها وندخل عليها شين مفتوحه، هننطق نقول ايه؟ شش شش. الصاد صص. يبقى ده الهمس. ضد الهمس ايه؟ الجهر. الجهر يبقى عرفنا الهمس يعني ايه؟ جريان النفس. هو حد يقول الصوت جريان النفس اثناء النطق باي حرف من احرف الهمس. حروف الهمس مجموعة في قوليك فحثه شخص سكت. يعني ايه فحثه شخص سكت؟ فحثه شخص سكت يعني ايه؟ يعني تأثر شخص بسكوت انسان فجأة. واحد كان بيتكلم مع واحد فجأة سكت يعني مات، فتأثر الذي كان يستمع له من سكوته فجأة فحثه، يعني تأثر. فحثه شخص سقط فجأة، امتنع عن الكلام وسقط، فتأثر المستمع له لهذا السكوت المفاجئ. خلاص؟ طيب ضد الهمس ايه؟ الجهر. ما هو الجهر؟ الجهر هو التحكم في جريان النفس اثناء النطق باي حرف من احرف الجهر. ليه؟ لقوة الاعتماد على المخرج. ضد الهمس عكسه. وحروفه قال هي الاحرف المتبقية من أحرف الهجاء بعد أحرف الهمس. مثال الباء، نسكن وندخل عليها حرف مماثل مفتوح، هنقول باب. شوف النفس اتحبس ازاي؟ باب. طط. غير حروف الهمس. حروف الهمس كان النفس بيجري سس، لكن شوفوا حرف الجهر باب طب. وهكذا صليتوا على حضرة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يبقى العلاقة بين الهمس والجهر ايه؟ نفس. جريان النفس وعدمه، جريان النفس في الهمس وعدمه فين؟ في الجهر. يبقى العلاقة بين الهمس والجهر نفس. خلاص؟ طيب طيب يبقى العلاقة بين الهمس والجهر ايه؟ نفس. طيب يلا ناخد الصفتين اللي بعد كده. صفة الشدة. ما هي الشدة؟ الشدة هي التحكم في جريان الصوت. الصوت ما بيجري،
بكى. يعني ايه اجد قاتم بكت؟ اللي هي جمعت حروف الشدة، معناها ايه جملة اجد قاتم بكت؟ قال لها معنيين، معنى سهل قوي قوي قوي. الاولاني ده اجد قاتم بكت، لقى امرأة اسمها قط بتبكي، ده المعنى الاولاني. اما المعنى الثاني الذي فيه لف ونشر مشوش بلغة الأزهرية، أجد قاتم بكت يعني إيه؟ يعني الإجادة تكون على قدر التبكيت. إمامين بيتناظروا، اثنين علماء عاملين مناظرة، اللي بيوجود فيهم ويسود وينتصر اللي بكت أخوه، اللي بكته. فمعنى أجد قاتم بكت يعني الإجادة تكون على قدر إيه؟ التبكيت. يبقى معنى أجد قاتم بكت يعني إيه؟ لما يكونوا في اثنين من الأئمة أو اثنين من العلماء بيتناصروا، اللي ينتصر واللي يغلب واللي يجيد الذي يبكت أخيه. حروف عرفناها حروف الشدة، أجد قاتم بكت. إيه بقى الشدة؟ بيترتب عنها إيه؟ عدم جريان الصوت، الهمس، عدم الهمس نفس، هنا صوت. يبقى الشدة التحكم في جريان الصوت. في الحروف دي نجيب الهمزة أ، شوفوا نسكنها وندخل عليها همزة مفتوحة نقول أ، شوفوا الصوت انحبس ازاي. أ، الجيم جج، الدال دد، الباء بب، الكاف كك، والتاء تت. حاطين الكاف والتاء آخر حروف الشدة ليه؟ عشان فيهم جريان نفس، وفيهم جريان، وفيهم برضو شفت النفس بيعمل ايه فيهم؟ كك تت، فهم موجودين فوق في حروف الهمس فحثاه شخص سكت، وفي نفس الوقت موجودين في صفة الشدة القوية، موجودين في صفة الكاف والتاء، موجودين في صفة الهمس الضعيفة، وفي نفس الوقت في صفة الشدة القوية. عشان كده طب عملوا ايه بقى؟ فلما هم موجودين في الهمس الضعيفة وفي الشدة القوية، استحالة ان يتصف شيء بصفتين متضادتين في وقت واحد، فألغيت صفة الهمس في الكاف والتاء واتصفت بالشدة. الاثنين الحرفين اتصفوا بالشدة. ليه؟ قال سيدنا ابن الجزري قال كده بعد ما قال فحثه شخص سكت، لقى الكاف والتاء في الهمس الضعيف، وبعدين قال شديدها أجد قاتم بكت، لقاها الكاف والتاء برضه بصفة الشدة القوية، فراح قال إيه في الآخر، في آخر الجزرية، قال وراعي شدة بكاف وبتا، ها وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. فجي عمكم الشيخ الهمداني، شيخ محمد اسماعيل الهمداني شيخي وتاج رأسي، شيخ مقرأة الجامع الأزهر الشريف، قال لي أنا مباشرة سنة 1399 هجرية الموافق 1979 ميلادية، قال لي إيه؟ قال لي طالما الهمس الكاف والتاء في صفة الهمس الضعيفة وفي نفس الوقت في صفة الشدة القوية، فصفة الشدة القوية هي اللي تغلب وتظهر وتبقى، وتروح صفة الهمس في الكاف والتاء. وراح مستنتج مقتبس من قول ابن الجزري في البيت بتاعه، قال بقى سيدنا الهمداني قال ايه؟ قال وراعي شدة بكاف وبتا كلاهما إن سكنا حيث أتيا
ليه؟ الكي لا يترتب على همس الكافي ها أو لك، ولا يترتب على همس التاء سا، ولا يترتب على همس التاء سا، ما قلش انشقت تس، دي سين زائدة جاءت في القرآن وهذا يعتبر لحن. طيب جه الشيخ حسن السفاقسي في كتابه تنبيه الجاهلين فيما جاء من لحن في كتاب الله المبين، ماسك حرف حرف من حروف الهجاء وبيديها توجيهات بتاعته، فلما جه عند حرف التاء قال: وهناك قوم يبالغون في همس التاء ويعتقدون أن ذلك من الفصاحة، يقول انشاقات تس ويجيب سين زائدة، معتقدين أن ذلك من الفصاحة، وهذا لحن جلي ها، وقد يروي لا يصدر ذلك إلا من خف إلا ممن خف عقله وكثر جهله. هو اللي بيقول انشاقات، وعمكم الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله كان بيقول: اقصى الهمس ان تسمع نفسك، اقصى همس الكاف والتاء، كلامنا على الكاف والتاء بالذات، اما تقول انشقت تسمع نفسك بس، انشقت انشقت ده اقصى، اما الاقل يبقى ايه؟ كانه اشترك مع المدرسه الاولى انعدام الهمس في الكاف والتاء، زي فضيلة الشيخ محمد الهمداني وفضيلة الشيخ مولانا الشيخ الحصري رحمه الله، لما تسمعوا له في سورة إذا السماء انشقت تشوفوا مفيش همس، اسمعوه لما تروحوا يقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. خلاص الشيخ عامر بن عثمان رحمه الله المقرأة بتاعته لما كان يلاقي حد بيقول انشقت يقول له انت بتقرأ ولا بتعطس؟ مش عايزين العطسة اللي في التاء دي، انشقت ما ينفعش. حاجة جميلة. وفضيلة الدكتور المعصراوي دكتور احمد المعصراوي جزاه الله خيرا، كنا في معهد هورين في بركة السبع منوفية، وكان معانا مولانا الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله، وكان معانا فضيلة الشيخ محمد عبد الدائم الخميس عضو لجنة مراجعة المصحف رحمه الله، وكان معانا فضيلة مولانا الشيخ برانق رحمه الله. أكابر أهل الأداء وعلم القراءات والتجويد كانوا موجودين، ومسكت واحد واحد بالترتيب قلت له: ما رأيكم زاد فضلكم فيما تعلق بهمس الكاف والتاء؟ كل واحد بقى يدلي بصوته. من ضمن اللي سألتهم قلت له: يا مولانا الشيخ محمد الهمداني قال ما فيش همس في الكاف والتاء، فما رأيكم؟ الشيخ أحمد المعصراوي مما أحمل له من تقدير لاحترامه مشايخه وعلمائه، قال لي: أنا أقول إيه بعد الشيخ الهمداني ما قال؟ كان أستاذي في معهد القراءات. طيب الشيخ محمد عدايم قال إيه؟ قلت له: يا مولانا ما رأيكم فيما يتعلق بهمس الكاف والتاء؟ قال: يا شيخ سيد، طالما ان الشيخ الجزري حطهم في حروف الهمس فحتلاقوا شخص سكت، خلي بالكم بقى، يبقى نهمس همسا بشرط الا يترتب عن هذا الهمس حرف زائد. يبقى ازاي يا مولانا يعني الدين الحد المسموح به؟ نقول انشقت انشقت
انشقت. بس اوعى تقول انشقت تس دي، يبقى اتيت بحرف زائد في القران، والقران منزه عن الزياده، ويعتبر هذا لحن جلي. خلاص؟ طيب خلصنا من ما يتعلق بهمس الكاف والتاء. نهمس همسا لا يترتب عنه حرف زائد. الشدة تحكم في جريان الصوت، ضد الشدة ايه؟ الرخاوة، جريان الصوت. الرخاوة يعني ايه؟ جريان الصوت. اذا كانت الشدة تحكم في جريان الصوت، مفيش صوت بيجري، يبقى الرخاوة ضد الشدة جريان الصوت عند النطق بأي حرف من أحرف الرخاوة. زي ايه؟ زي الخاء. الخاء ما هي الشديدة، لكن داخلة في حروف الرخاوة، صوتها يجري ونفسها يجري عشان مهموسة كمان، تبقى زي ايه؟ اخ. اختلاف، اختلاف، نفسها بيجري لأنها مهموسة وصوتها بيجري لأنها رخوة. اختلاف. طيب يبقى عرفنا شدة عدم جريان صوت، رخاوة جريان الصوت. جريان الصوت ليه؟ لضعف الاعتماد على المخرج. طب الشدة تحكم في جريان الصوت ليه؟ لقوة الاعتماد على المخرج. قال وهناك صفة بين الشدة والرخاوة يقال لها التوسط، وحروفها لن عمر. حروف اللين عمر دي، اللام والنون والعين والميم والراء، مالها؟ قال دي حروف اتصفت بصفة التوسط. ايه التوسط؟ هو عدم انحباس الصوت كانحباس احرف الشدة، وعدم جريان الصوت كحروف الرخاوة. قل قل قل، شوف الصوت في اللام ما انحبسش زي الشدة، قلنا قل، ولم يجري كجريان حروف الرخاوة خخ اخ. لا، قل قل، صوت اللام ما ينحبس كانحباس الشدة ولا يجري كجريان الرخاوة، يبقى ده التوسط. طيب يبقى العلاقة بين الشدة والرخاوة صوت، وفوق العلاقة بين الهمس والجهر نفس. خلاص؟ الصفتين اللي بعد كده صفة الاستعلاء وضده الاستفال. استعلاء قلنا است لوحدها يعني طلب. طلب ايه؟ اي طلب ارتفاع جزء من اللسان الى اعلى، ده الاستعلاء. زي ما تقول استغفار، طلب المغفرة. استعلاء، طلب ارتفاع جزء من اللسان الى اعلى. استفال، طلب انخفاض جزء من اللسان الى اسفل. خلاص؟ طيب نتحدث عن الاستعلاء، وهو ارتفاع جزء من اللسان الى جهة اعلى. وحروف الاستعلاء مجموعة في قولك، خص، ضغط، قض. بتقول ايه بقى حروف الاستعلاء؟ ها، خص، ضغط، ها، قض. خص، ضغط، قض. يعني ايه خص، ضغط، قض؟ خص اي الخص بتاع الفلاح اللي في الغيط، البيت بتاع الفلاح اللي عامله في الغيط في وسط الزرع عشان يخش فيه ساعة الظهر من أشعة الشمس. خص، الخص بتاع الفلاح. ضغط يعني الضيق. ضغط يعني ايه؟ ضيق. ضيق ليه؟ قلنا كناية عن الرضا بالقليل، لأن الرضا هو باب الله الأعظم وجنة الله في الأرض. رضي الله عنهم رضوا عنه. الرضا ده يا سلام على اللي يرضى، لا يعيا
ولا ينصب حاجة ولا يزعل ولا يحزن، راضي، لأن كل شيء بيأتي من عند مين؟ من عند الله. طالما كله من عند الله، ها، يبقى زعلان ليه؟ اللي مزعلك طالما جاي من الحاجة دي، جاية من عند حبيبك، يبقى كل اللي يجي من المحبوب يعجبني. موتي حياتي، محوي ثباتي، ذلي عزي، فقري كمالي، الكل عندي، جنات خلدي ما دمت في حضرة الرحمن. إن عذبوني أو رحموني فالعبد عبد في كل حال. خلاص، أما ترضى لا هيجي لك ضغط ولا حاجة ولا أمراض العصر ولا حاجة خالص، راضي، أنا راضي وأنت راضي. طب وأنت مالك يا قاضي؟ مالوش حاجة عندنا، خلاص، مش في محاكم ولا في حاجة، ولا طالما الناس راضية ومتراضية وخلاص. يبقى حروف الاستعلاء هو طلب ارتفاع جزء من اللسان عند النطق بأي حرف من أحرف الاستعلاء السبع. حروف الاستعلاء السبعة إيه؟ مجموعة في قولك خص ضغط قض. عرفنا معنى خص ضغط قض، وعرفنا الحروف المفخمة. بقي لنا كيف يخرج الحرف مفخمة. حرف يطلع مفخم إزاي؟ قال حرف يطلع مفخم باستعلاء جزء من اللسان، يعني ارتفاع جزء من اللسان إلى جهة أعلى. أنهي جزء؟ الجزء بتاع الحرف، إن كان الطاء من طرف اللسان، ها؟ إن كان القاف أقصى اللسان، قاق، إن كان الطاء طاط، وهكذا. يترتب عن هذا الاستعلاء لارتفاع تفخيم الحرف. طيب الجزء ارتفع فوق اهو، ايه كمان؟ قال مع مط الشفتين قليلا الى الامام. قاق قاق، قولوا كده، طط ضب ضب. ايه حكاية مط الشفتين دي بقى؟ لان في جهات بتعترض على مط الشفتين، وبيقولوا ان دي بدعة. واللي قال مط الشفتين ده هو فضيلة الشيخ محمد اسماعيل الهمداني شيخ القراء بالجامع الازهر الشريف، تلقيتها منه سنة 1399 هجرية، ومعي تسجيل بصوته حتى الان. بيقول يعني ايه مط الشفتين الى الامام؟ قال لما انا بمط الشفتين مش انا اعترض كده وخلاص اقول بدعه ومش عارف ايه والكلام ده، لا، انا اشوف ايه في ايه من اللي يترتب على ايه من مط الشفتين دول. قال يترتب على مط الشفتين اطاله المخرج، بطول قطاع المخرج، اقول طاق قاق. اما المخرج قطاعه يطول، طوله يطول، بيخلي الصوت يطلع فيه رخامه وتفخيم، زي ما اجيب ماسوره طويله واقول فيها ومن الصوت يطلع في رخامة ومفخم. لو قصرت الماسورة قلت و هيطلع ما فيهوش تفخيم، مفيش أكتر من كده، وما نحملش الموضوع أكتر من كده. ونسلم لكل شيخ في طريقته لتعليمني لأبنائي، وهم حتى زمان يقولوا كل شيخ ولو إيه طريق، كل شيخ وطريق. المهم إحنا كلنا في الآخر نصل إلى المراد في الأداء الجيد في نطق القرآن الكريم بأي طريقة، مش ده يجي يبدع ده وده جاي يقول كذا ونعمل انشقاق. خلاص؟ طيب لما انا، طيب قلنا عشان نفخم بجزء من اللسان يستعلي الى جهة اعلى مع مط الشفتين قليلا الى الامام، قاق طاط ولا الضاء، ها، الطام الصاخ، وهكذا. خلصنا من الاستعلاء اللي هو يترتب عنه التفخيم، ننتقل إلى ضد الاستعلاء وهو الاستفال. استفال يعني إيه؟ است طلب، طلب إيه؟ طلب انخفاض جزء من اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأي حرف من أحرف الاستفال. إيه هي أحرف الاستفال؟ هي ما بقي من أحرف الهجاء بعد السبعة المفخمة، بعد قصة ضغط قذر، كلها مرققة.
كلها مرققة. جميعها مرققة، حروف الاشتفال. طب أرقق إزاي؟ قال أنت كنت بتفخم إزاي؟ قال كنت جزء من اللسان بيرتفع إلى أعلى، ومع جذب الشفتين إلى الخلف كوضع الابتسامة. قولوا تا نا ها يا ع. لكن شفتوا التفخيم؟ خا صا ضا قا. يبقى تفخيم إلى الأمام، تفخيم ارتفاع جزء من اللسان مع مط الشفتين إلى الأمام قليلا، ترقيق انخفاض جزء من اللسان إلى قاع الفم مع الابتسامة. خلاص. وهو سيدنا الإمام الجزري قال كده، إيه الفرق بين المجود والمش مجود؟ قال وما الفرق بين أخذه وتركه اللي هو التجويد إلا رياضة امرئ بفكه. خاتمة. قالت الآن حص. خلاص، ده التفخيم وده الترقيق، ده الاستعلاء وده الايه؟ الاستفاء. الصفتين اللي بعد كده صفة الإطباق وضدها الانفتاح. ايه الإطباق ده؟ قال إذا كان الاستعلاء ارتفاع جزء من اللسان يبقى الإطباق ايه؟ التساق. التساق جزء من اللسان بإيه؟ بمكان المخرج، بمحل مخرج الحرف. طيب إذا كان بيترتب عن الاستعلاء مجرد الارتفاع تفخيم الحرف، ما بالنا بالالتساق؟ قال يترتب عن ذلك تفخيم أقوى. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا ابن الجزري قال وحرف الاستعلاء فخم بصفة عامة، وخصوص الإطباق أقوى، أي خص أحرف الإطباق بتفخيم أقوى. نحو مثل حروف الإطباق إيه؟ صاد ضاد ط ظ، صاد ضاد طاء ضاء مطبقة. قال وحرف الاستعلاء فخم وخصوص الإطباق أقوى، أي خص أحرف الإطباق الأربعة دول بتفخيم أقوى. يبقى أنا عندي مستعلي مفخم وعندي مطبق مفخم. المستعلي غير المطبق، القف والغين والخاء. المستعلي المطبق الأربعة صاد ضاد طه ظا، دول درجة تفخيمهم أقوى. هو اللي قال الكلام، قال وحرف الاستعلاء فخم وخصوص الإطباق أقوى. نحو قال، شوف قال جاب قف حرف مستعلي غير مطبق، القاف قا قولوا قا. القاف منفتحة يعني الفك السفلي نازل تحت، الانفتاح يعني ابتعاد الفك السفلي عن العلوي. قولوا قا 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 خا غا. لكن شوفوا الصاد والضاد صص اطباق، صص ضب طط ضب. وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الاطباق اقوى، نحو قال والعاصى ص. شوف قا قال قا انفتحه التجافي بين الفكين، قا والعصى اطباق والعصى صص. خلصنا من الاطباق وخلصنا ضده الايه؟ الانفتاح. الإطباق كم حرف؟ أربعة. صاد ضاد طه. الانفتاح كم حرف؟ 24، مش كده؟ ال 24 دول بينقسموا إلى قسمين، حروف مشتفلة مرققة عددها 21، ال 21 بتوع الاستفال كلهم الانفتاح خدهم، زائد الثلاثة اللي فضلوا من الحروف الاستعلاء بعد الأربعة المطبقين، بعد الصاد ضاد طه ظا اتفضل الخاء والغين والقاف، دول برضو دخلوا مع الانفتاح. فأصبح عندي ال 24 حروف بتاع الانفتاح انقسموا إلى قسمين، انفتاح بمشتفل مرقق وانفتاح بمشتعلي مفخم اللي هم الخاء والغين والقاف. طب يترتب إيه من انفتاح الحروف المشتفلة ال 21؟ يترتب إيه عن الانفتاح؟ قال يترتب
إن حروف الترقيق الواحد وعشرين دول يزدادوا ترقيقا على ترقيقهم. ت ن ولل. شوف الانفتاح عمل ايه في اللام، زادها ترقيق على ترقيقها. نن ده اسمه انفتاح بمستفل. انا كمان انا عندي انفتاح بمشتعل مفخم في الخاء والغين والقاف. بصوا قولوا قاق، تعادل الفك السفلي هو انفتاح، والقاف نفسها مشتعلية، فهذا الانفتاح أثر على الحرف المفخم المشتعلي المنفتح بأن أضعف التفخيم بتاعه، خلى التفخيم بتاعه بسيط. قولوا قاق غغ. إلا من اغترف اختلاف. ايه ده؟ اقترب. يبقى الانفتاح يؤثر على حرف المشتعلي يضعف من تفخيمه، ويؤثر على الحرف المستفل المرقق يكسبه ترقيق على ترقيقه. خلاص؟ الصفتين اللي بعد كده، صفة الإذلاق وضدها الإصمات. ايه الإذلاق ده؟ إذلاق يعني ايه؟ زلق الشيء يعني طرفه. زلق الشيء يعني ايه؟ طرفه. وسميت أحرف الإذلاق اللي هي فر من لب، سميت بهذا الاسم ليه؟ لخروجها من طرف الشفتين واللسان. فر مي من لب لل لب، فر من لب، كلها بتطلع من المنطقة دي، ولذلك هي سهلة. فر من لب، قولوا كده، كلها بتطلع من هنا، ولذلك هي سهلة، بتخرج من الطرف، يعني مزلقة، يعني طالعة من الزلق أي من الطرف، فهي سهلة. زي ما قلت لكم زمان، عاملة زي اللغة الإسبانيول، الإسبانية، اللغة الإسبانية، كلها بتطلع من هنا وذلك سهلة وتطلع بسرعة أوي. زي ما قلتها لكم زمان، اسمه جو أميغو سوربيكو سوركي بابا كوبركي أريستو. جو أميغو سينيور با كوبركي أريستو بوينو. كلها من هنا. خلاص؟ طيب. فحروف الإذلاق جميعها سهلة، مزلقة تخرج من الطرف، كويس. ضد الإذلاق إيه؟ الإصمات. حرف مصمت يعني إيه؟ يعني ممتنع. امتناع إيه؟ الامتناع وجود كلمة عربية رباعية أو خماسية حروفها أربعة أو خمسة، جميع حروفها استحالة تبقى حروف مصمتة، لابد وأن يدخل فيها حرف أو حرفين من حروف الإذلاق السهلة اللي بتطلع من هنا. ليه؟ ليعادل سهولة المذلق صعوبة المصمت. وضربت لكم مثل لكده، قلنا إيه؟ كلمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الميم مزلقة، فر من حرف الميم مزلق سهل، محاء الحاء صعبة مصمتة، وبعدين ميم تاني سهلة مزلقة، وبعدين دال صعبة مصمتة، فتعادل المزلق السهل مع المصمت الصعب ليعادل حتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اسمه اشتمل على حروف سهلة حتى لا ينفض الناس عنه، فهو رحمة مهداة. وفي نفس الوقت في حرفين صعب مصمتين، ليه؟ حتى لا يستهين به أحد. تبسمه صلى الله عليه وآله وسلم، تبسمه كمال في كمالي، وغضبته إذا انتهكت محارم الله كمن سكن العرينا. سيدنا الشيخ صالح الجعفري رحمه الله بيقول إيه في روضة القلوب والأرواح على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول تبسمه كمال في كمالي، تبسمه كمال في كمالي، وغضبته كمن سكن العارينا إذا انتهكت محارم الله. يغضب ويشتد غضبه ويحمر وجهه وتنتفخ أوجاء أوداجه، ويقول أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أما في الحالة العادية خلاص
نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعبنا ونلاعبه ويلاطفنا ونلاطفه حتى إذا جاء وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يبقى خدنا الإزلاق وضده إيه؟ الإزلاق سهولة والإصمات واللي قبليها الإطباق وضده الانفتاح. إطباق يعني صوت مفخم أقوى وضده صوت ضعيف. ها؟ في المنفتحة يبقى العلاقة بين الشدة والرخاوة زيادة في التفخيم في الإطباق وأقل في التفخيم فين؟ في الانفتاح. وزيادة بالنسبة للحروف المستفلة زيادة في الترقيق في الحروف المنفتحة. عندنا الاستعلاء وضده الاستفال، الاستعلاء تفخيم وضده الاستفال ترقيق. عندنا اللي قبلها فوق الشدة وضدها الرخاوة، تحكم في العلاقة بين الشدة والرخاوة صوت، شدة تحكم في جريان الصوت، رخاوة جريان الصوت بالعلاقة بينهم الاثنين صوت. عندنا فوق خالص الهمس وضده الجهر، العلاقة بين الهمس والجهر رخاء، علاقة بين الهمس والجهر نفس، جريان النفس في الهمس وامتناعه وحبسه في الجهر. يبقى خدنا النهاردة درسنا الصفات العشرة المتضادة، مش كده؟ الشيخ قال ايه؟ صفاتها جهر وارخ مستافل منفاتح مصماطات والضد قل مهموسها فحثاه شخص ساكت شديدها لفظ آجد قاط باكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قد حاصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المضلاقة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من العشرة صفات المتضادة، وإن شاء الله الدرس القادم نشرح في الصفات غير المتضادة. وفي هذا القدر الكفاية لمن أراد الله له الهداية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.